رز صياديه، الرز الجميل بتاعنا التقليدي عادي جدا، 3 كوبايات رز مصري، 3 بصلات مفرومين، 3 فلفل رومي مفروم، 3 طماطم متقشره ومفرومه، نص كوبايه من الشبت المفروم، معلقه كبيره من الصلصه، 3 كوبايات من الميه السخنه وسمنه، 3 ورقات من اللورة، وعندنا كمان 3 فصوص من الحبهان الصحيح، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من القرفه الباودر، معلقه كبيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. هحط حله على النار، والحله دي هحط فيها انتوا حاطين لي سمنه؟ لا، خلينا نعمله بالزيت بقى، هيليق مع السمك اكتر بالزيت، وممكن طبعا بالسمنه مش هتقول لا، بس انا هعمله بالزيت. هحط شويه زيت حلوين على قد كل المكونات اللي انا قلتها دي، وعايزه الزيت يسخن كويس قبل ما انزل فيه البصل. ليه يسخن كويس؟ عشان عايزه البصل ينزل فيه ياخد لون بني، ما هو ده اللي بيدي رز الصياديه حلاوته ولونه. والرز الزيت بتاعه سخن كويس جدا، وانا بعمل تركايه صغنططه كده، باخد قد معلقه كده، معلقه سمنه، بحطها وسط الزيت بتاع الرز، تخلي طعمه جميل جدا ولذيذ قوي. هاخد البصل. رز السمك يا جماعه بنكتر له الزيت شويه علشان فيه طماطم وصلصه، الاثنين بيدوا ايحاء ان الرز معجن، فعشان ما يبقاش ملزق في بعضه بنكتر الزيت حبه. هحط ورق اللورة مع البصل والحبهان، وهسيب البصل عايزاه ياخد لون بني، مش عايزاه بس يشف، لا عايزاه ياخد اطراف بني، هسيبه براحته ولحد ما ياخد وقته. تعالوا نقول نخش على السمك اللي بالرده عشان يلحق ياخد وقته في الشوي. انا النهارده عامله بوري تقليدي تماما، حتى مش فاتحين بطنه، على طريقته الاصليه في يعني الناس القديمه بتاعه السمك هتلاقوا لا يمكن يفتح بطن البوري، لان هو البوري سمكه دهنيه وسمكه مليانه عصاره، فلما بنفتح بطنها كل ده بينزل على الشوايه، لا احنا عايزينه يفضل جوه السمكه عشان اللحم بتاعها يتشرب الدهون اللي فيها، فعشان كده بنسيبها مقفوله، وده الصح طبعا. اللي بيحب يفتحه، انا احيانا بفتحه كتير، بس انا بصراحه بفتح البلطي، يعني البلطي بفتح بطنه وانضفها، ما عنديش مشكله في الشوي، لكن البوري لا، استحاله افتحه. واسكندريه، ده انت لو في اسكندريه قلت لبتاع السمك قلت له افتح لي البوري هيبص لك من فوق لتحت كده، وممكن ما يرضاش يبيع لك، اللي هو يلا يا جاهل امشي من هنا. بالظبط، افتح بوري ايه كده، تحسه عايز يعني تلاقيه قاعد يبرطم كده. كل الناس بيقول لي يا حمدي ان في بورسعيد واسماعيليه ما فيش بوري بيتفتح. هو كل الناس كيله السمك عندهم فتح البوري ده كارثه، فلا مش هنفتح البوري اهو زي ما هو، احنا بس منضفين يعني، مخلين الراجل شايل لنا الزعانف، قشر لنا القشره التخينه كده يعني. 3 سمكات بوري، حجم اللي يعجبكم طبعا. البوري ما بيبقاش حلو في الكبير قوي، خليكم في الوسط والصغير. كوبايتين رده وعصير ليمون وتتبيله السمك بتاعتنا، تتبيله السمك هنسقي بيها السمك لما يطلع من الشوي. يلا بينا، هنجيب طبق نحط فيه الرده، نلبس جوانتي. اشكرك، ماشي. احنا نزلنا تتبيله السمك تاني على فكره عشان يعني هي نجمه الحلقه النهارده. تعالوا نبص بص على البصل كده قبل ما نبدا في السمك. البصل لسه ما خدش اللون البني اللي انا عايزاه، بس هديله تقليبه كده. بس الريحه، ريحه البصل وهو بيتحمر في الزيت اللي فيه حته سمنه ده بتبقى جميله. يلا بينا ناخد السمك بتاعنا، ومش عايزين السمك يبقى ناشف قوي، يعني ما تقعدوش تنشفوه، لا سيبوه كده عليه شويه ميه عشان الرده تمسك فيه. هناخد السمكه نغطيها بالرده تماما، وانا افضل كمان لو يعني نبقى مجهزين كده بوله فيها ميه ولا حاجه، انزل السمكه فيها تتبل قبل ما نحط الرده عليها عشان تمسك الرده فيها كويس. يعني انا ايه هحاول انزلها كده وبلها تاني، مش هيجرى حاجه.
نبلها كده، ننزل الزيادة وننزل بيها على الردة. بصوا كده الردة تمسك احسن كتير. تقدروا تبلوها بعصير ليمون على فكرة لو عايزين، بس هي في الحقيقة مش فارقة. لا لو رشيتي الردة مية هتفهمه هتكلكع كده قحطت. وعندنا هنا يا جماعة بصوا صاج الفرن انا سايباه يسخن نار، وهحطه هنا فوق جنب الشواية، هحطه فوق جنب الشواية، والسمكة اللي هتيجي هنا تجهز هقوم جاية تش على الصاج السخن. بصوا السمك احنا حطيناه على الصاج، وهنسيبه بقى يتشوي، معليين الفرن على اعلى حاجه 250، ومشغلين النار من فوق ومن تحت، ومقربينه جدا من الشوايه فوق، وهنقفل عليه ونسيبه ايه يشتغل. خلونا بصوا يا جماعه البصل اتحمر وصل للون البني زي ما انتم شايفين، وانا حطيت له دلوقتي الفلفل والطماطم، هحط له كمان الصلصة. لو مش عايزينه أحمر قوي أو طماطم قوي ممكن ما تحطوش الصلصة، تكتفوا بالطماطم بس. وأنا هاخد عليه كده بصوا قد معلقة كبيرة من التتبيلة اللي عملناها هحطها، هتخلي الرز ده يروح إيه في حتة تانية خالص. والكزبرة والقرفة، وإحنا بنكلم مدام منال، هحط الملح والفلفل كمان. انا حطيت الملح والفلفل وحطيت الشبت، الشبت بياخد تقليبة سريعة جدا مع الرز ويبقى كده تمام. بعد كده نيجي نحط الرز، نديله تقليبة مع الكلام ده، هتشوفوا بقى لونه دلوقتي هيبقى عظمة. ومجهزين المية السخنة المغلية، لو عندكم مرقة سمك ممكن جدا تسووا بيها، لو عندكم مرقة خضار برضو ينفع، والله حتى مرقه الفراخ تنفع مش هتقول لا خالص. اللي حابب يحط مع الرز ده جمبري او صبيط او كده مفيش مشكله خالص برضو، انا بحب الرز بس اديله تقليبه ياخد اللون ده. بصوا بقى لونه اللون اللي انا عايزه اشوفه في الاخر، واجي اسقيه بالميه السخنه واسيبه بقى يستوي سوى رز عادي خالص. نقلب، انا شايفه انه عايز شويه ميه كمان بس، حلو قوي كده تقليبه هغطي عليه ورز بيستوي نار عاليه نار عاليه لحد ما يشرب الميه، ما يشربهاش للاخر لان ده رز صياديه بيبقى فيه طماطم، طماطم يعني ايه يعني رز ممكن يشيط. فاول ما يبدا يبقى فاضل حبه صغيره من الميه بتاعته وطوا النار على طول. يلا بينا نشيل الحاجات الفاضيه ونبص كده السمك اللي بالرده اخباره ايه. انا شايفه ان اخبارنا تمام. الله ريحة الشوي ظهرت، ريحة البوري اللي لما تمشوا في شوارع أي بلد ساحلية تشموها في كل حتة زي الفل. شوية كده وهنقلبه بس نتأكد إنه أخد لون تمام من الناحية اللي تحت. وعايز النار تتوطي عليه خالص. انا طلعت الصاج بسم الله الرحمن الرحيم، صوص السمك احنا مش حاطين له اي حاجه. بيقولوا لي اللي نازل ده من السمك، ايوه العصاره بتاعت السمك، احنا مش حاطين للسمك اي حاجة. نقلب على الناحية التانية دي هنا، وهنرجعه الفرن تاني. لا التتبيلة وهو سخن بيطلع يشربها مش دلوقتي خالص.
يلا بينا. رز السمك يا جماعه عمره ما بيبقى مفلفل، عشان نتفق من دلوقتي اهو، عشان محدش يقول لي هو معجن ليه. هو بيبقى ملزق مش معجن، ملزق في بعضه كده علشان فيه طماطم وفيه صلصه، كلها حاجات ستيكي كده فبيلزق. الرز غرفناه طبق كده جميل زيه وطلع تحفه يا جماعه، ريحته رهيبه اهو. هجيبه لكم سوري، هجيبه لكم قدام تشوفوه، لسه بقول هجيبه لكم قدام تشوفوه، ما لحقتش اتهنى. ونشوف كده ايه البوري اخباره ايه. بصوا المنظر. عايزه اقول لكم يا جماعه السمكه بتنزل الدهن بتاعها من كتر ما هي شرباه، ما بياخدش بقى. بصوا عشان بس تبقوا ايه يعني بتاع البيت، مش بسهوله بياخد اللون الاسود قوي، عشان ما تغلبوش حالكم. المهم ان السمكه تكون استوت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلها في الطبق ده. انا هاجي كده، بس عايزه اعمل حاجه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله عندي هنا، التتبيله اللي انا عاملاها هحط عليها عصير ليمون كمان. وهقلبها وهسقي بيها السمك. انا بفضل دايما اسقيه على طبق التقديم عشان ما يغلبنيش. فهاخد السمكيه كده، خلوني البس جوانتي عشان سخنه على ايدي قوي، فالجوانتي ده ايه بيهدي الحراره شويه. يلا بينا هحطه على الرز او جنبه كده، هنشوف. دي سمكة وادي التانية وادي التالتة. وهعمل ايه بقى؟ هاجي بالتتبيلة اللي انا عملتها دي، بصوا وهو سخن اسقي بيه. اهم حاجة ان ده يحصل والسمك سخن، مش محتاجين نقلب ونسقي الناحية التانية، لان هي كده كده بصوا التتبيلة بقيتها بتنزل تحت فالسمكة بتتشربها من تحت. حطوا بقى تتبيلة على قد ما انتوا عايزين، اللي عايز كتير اللي عايز قليل، ده ذوق شخصي، انا بحبها كتير بصراحة. وده شوية سمك يا جماعة تاكلوه تدعوني. ننضف كده مكاننا ونسيب بقى السمك يشرب من الخلطة دي براحته خالص وهو سخن كده وطلع من الفرن. حالا هيشربها كويس جدا وهياخد طعمها كويس جدا، وهتتغلل تتغلغل جوه لحمه، هتديله طعم جميل فوق ما تتخيلوا. ازيكم؟ تبصوا بعد ما شرب بقى التتبيلة شكله بدأ يقلب على بتاع المحلات وبتاع الشارع. طبعا تتبيلتنا خضرة شوية عشان احنا متوصيين حاطين خضرة كويس، بس براحتكم عايزين تقللوا وعايزين تاخدوا المية بتاعتها بس ممكن، انتوا احرار. المهم ان انا بنصحكم شخصيا ان تحطوها زي ما انا عاملة كده بالظبط، هتاكلوا شوية سمك مشوي ما كلتوش زيهم في حياتكم.